أذكر مرة كنت جالس في المكتبة على كمبيوتري وعندي شغلة. العادة يجون أحيانا عيالي الصغار يقول يبا اليوم في المدرسة صار، فأنا وين أطقطق والحري أقول إيه لا شاطر أنت أحسن واحد، وأنا والله ما أدري وش يقول لين يخلص ويمشي، بس إنه يرضى بهذا الكلام، يرضى أوه علمت أبوي وضحك أبوي وراح. فجتني مرة بنتي، وأنا قاعد أطقطق كذا وأصلحها، قالت يبا فيني جرح في أصبعي، عندك تقول أمي عندك لزق، عندك لزق جروح يعني. فقلت شاطرة شروق أنت أحسن وحدة، أوه أنا أدري أنك بطلة من زمان ومدرسات يحبونك. قالت يدي مجروحة عندك لزق، تقول أمي عندك لزق. قلت أنت أحسن وحدة يا شروق ما شاء الله عليك. فده قالت هي التفتت كذا على الدرج، قالت هي أقول له يدي مجروحة يقول أنت أحسن وحدة، وراحت أمها. وأنا والله العظيم لا أعلم ماذا قالت، شوفني حلفت. أنت لما يكون ذهنك مع شيء ما أنت فاضي غير شوي. انزلت أمها قالت عندك لزق جروح، عاد أمها صعبها كذا أقول إيه شاطرة شاطرة لازم إن يعني في مآرب أخرى. فقلت ليش عسى ما شر، قالت عسى ما شر شروق عندك قبل شيء يدها مجروحة، قلت والله ما دريت. قالت إيه لأنك تقول شاطرة بطلة بطلة عندك لزق. قلت عندي لزق. وأحيانا صراحة إحنا نحاول نكلف أنفسنا، لكن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.